خلونا مشاهدينا نتعرف أكثر على أحوال الطقس مع الأستاذ ماهر الحسن من مركز الباسل للأرصاد الجوية. أستاذ ماهر يسعد صباحك. يسعد صباحكم، يا أهلا وسهلا. شو بتخبرنا عن الأحوال الجوية المتوقعة بالأيام المقبلة ودرجات الحرارة؟ نعم، حاليا تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل، والجو بين الصحو والغائم جزئيا، حيث يكون ربيعيا معتدلا بشكل عام، يميل للبرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وذلك مع استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف مرفق بكتلة هوائية معتدلة. يومي الجمعة والسبت أيضا تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها، والجو يكون مستقرا بشكل عام وبين الصحو والغائم جزئيا، والرياح السطحية جنوبية غربية نهارا بين الخفيف والمعتدل تنقلب ليلا إلى جنوبية شرقية، البحر خفيف ارتفاع الموج. درجات الحرارة المتوقعة في المنطقة الساحلية عظمى 26 وصغرى 18، طبعا متوقع أن تبقى حول معدلاتها أو أدنى بقليل خلال الأيام القادمة. أيضا في المنطقة الجنوبية عظمى 31 وصغرى 17، المنطقة الوسطى عظمى 27 وصغرى 16، المنطقة الشمالية عظمى 30 وصغرى 15، والمنطقة الشرقية أجواء سديمية عظمى 36 وصغرى 22. معناها الطقس رح يكون بالعطلة معتدل؟ تماما معتدل، ربيعي معتدل يعني، والحرارة دائما حول معدلاتها وأدنى بقليل لارتفاع على درجات الحرارة حاليا. شكرا لك أستاذ ماهر الحسن، كنت معنا من مركز الباسل للأرصاد.